رحله محمد مجدي قفشه للنادي الاهلي ايه؟ رحله محمد مجدي قفشه للنادي الاهلي ودخوله النادي الاهلي والساعات الصعبه اللي كان بيقضيها، بل الايام الصعبه اللي كان بيقضيها من اجل تحقيق الحلم، عايزين نستعرضها تكريما وتقديرا لدور محمد مجدي قفشه اللي اختار في وقت كان مهم جدا ترسخ الصوره الذهنيه عند مشجعي النادي الاهلي ان الطموح هو النادي الاهلي، المجد هو النادي الاهلي، البطولات، الانجازات، كل شيء ايجابي هتلاقيه موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو جنه الكره المصريه على الارض، النادي الاهلي هو الحلم لكل حالم ان هو يصل للقمه. نطلع نشوف محمد مجدي قفشه وهو بيروي تفاصيل تعاقده مع النادي الاهلي. كان عايز نروح الزمالك. كان مين ساعتها بقى المدير الفني؟ كان مستر دصب. دصب. قال لك روح الزمالك ما تروحش. هو كان عايز ابراهيم حسن. فعايز يعمل تبادل. فانا قلت له لا، انا نفسي اروح العب في نادي الاهلي وده المكان اللي انا بحبه وعايز اروح فيه. طبعا مع كامل الاحترام لنادي الزمالك يعني حاجه كبيره يعني ما تزعلش، مش انا اللي هتكلم على نادي الزمالك او اروح اقول نادي الزمالك ايه يعني. نادي الزمالك نادي كبير من غير اي كلام. فقلت لهم لا، انا اروح الاهلي. فحتى قعدت معاهم، كان ليا فلوس. فقالوا لي لو رحت الزمالك هتاخدها. قلت له لا، انا رايح الاهلي ومش عايز ايه الفلوس. قعدنا بقى نعمل مشاكل. انا قعدت يا كابتن 3 ايام اقسم بالله ما بنام، ما هم منعيني من التمرين. منعينك؟ ما اتمرنش مع الفرقه، كنت بروح للعمال. يا نهار ابيض. 3 ايام على كده اقسم بالله. الكابتن عبد الرحمن اسماعيل واسلام يخلصوا. كابتن تامر كمان دخلته في الموضوع شويه. مين تامر؟ كابتن تامر النحاس. عشان اخلص الموضوع. 3 ايام على كده. لحد في يعني خلاص بكره الساعه 12 الدنيا هتقفل. هيقفلوا خلاص. قالوا لي بالليل انت بكره تروح نادي الاهلي عشان ايه؟ توق عشان تخلص. احنا خلصنا وعمرو بسيوني جه معايا وروح. اقسم بالله يا كابتن انا قعدت من الساعه 4 العصر. حضرتك عارف اتحاد الكوره طبعا. طبعا. قعدت قدام اتحاد الكوره من 4 العصر لحد 9 بالليل. انت بتهزر؟ اقسم بالله في العربيه. ليه بقى؟ ما اعرفش، دول يطلعوا بتوع بيراميدز يقولوا لا احنا عايزين فلوس، بتوع الاهلي عايزين يخلصوا، وانا قاعد في العربيه. انا ابويا كلمني 100 مره. عملت ايه؟ قلت له يابا ما تكلمنيش تاني، اول ما اخلص وامضي انا هقول لك هبعت لك. اقسم بالله كابتن لحد 9 بالليل. ففي الاخر راح امير مكلمني وعمرو، قال لي تعالى نخش النادي الاهلي. دخلت نادي الاهلي بقى. فاول ما عملت دي موقعت، رحت مكلم البلد كلها. لا والله، والله العظيم قبل ما حد يعرف اي حاجه. فلوس كام ولا بتاع ايه ولا حاجه؟ لا لا، ما الكابتن تامر بقى كان متكلم معاهم بس. انا ما عرفتش حاجه يعني. والله والله كانوا هم عرفوني بعد ما رحت بقى، خدوني العقد بتاعي، قال لك ده كذا وكذا وكذا. قلت لهم ماشي. في حاجات في الاهلي اهم من الفلوس كلها. اهم. طبعا. انا لابس تيشيرت احمر. فرقه معاك للدرجه دي؟ والله العظيم انا في نعمه. في نعمه. طبعا في نعمه، اقسم بالله في نعمه. واللي ما يستغلش النعمه اللي هو فيها يبقى هو اللي غلطان، هو اللي هيشيل بعد كده. بص يا كابتن، انا كنت في مكان وبقيت في حته تانية خالص. اقسم بالله احنا في نعمه، اقسم بالله انت جميل. انا كنت في مكان ورحت لمكان تاني خالص. محمد مجدي قفشه بفطرته نفس البدايات يا قفشه، نفس البدايات، نفس التسجيل في النهائيات يا قفشه. انت على طريق المجد يا قفشه، حافظ على نفسك، وانا عارف ان انت بتحافظ على نفسك، لكن الكلام اللي بيطلع بالفطره ان واحد 3 ايام مش بينام، واحد كان هيدخل في مع ابراهيم حسن في صفقه تبادليه، لو رحت نادي الزمالك هتاخد الفلوس. كلامه المحترم عن نادي الزمالك ان هو نادي كبير، وهو بالفعل كذلك، لو رحت نادي الزمالك هتاخد الفلوس اللي اتخصمت منك. انا مش عايز الفلوس، عاوز النادي الاهلي. في حاجات في النادي الاهلي اهم من الفلوس. قبل ما نقدم الفيديو قلت لكم كل واحد بيشوف طموحه تبعا ما ينقصه او تبعا ما يحتاجه. قفشه كان عارف ان هو ينقصه المجد، وحاسس بنعمه النادي الاهلي، وزي ما قال اللي يفرط في النعمه دي هو اللي يستحق يتعاقب. نفس البدايات، العلاقه بين الاب، الخمس ساعات اللي حوالين اتحاد الكره، القلق والتوتر المصاحب لفكره التوقيع للنادي الاهلي، وكان كل شيء ارتاح وكل البلد عند قفشه فرحت لما قفشه وقع للنادي الاهلي. ربنا كافئه عشان يتقال هو ولدنا قفشه، هو 19 في نهائي القرن، ثم النهائي اللي بعده يجد قفشه برضه لنفسه مكان وسط بصمات لاعبين كبار سجلوا في نهائي دوري ابطال افريقيا. نتمنى الاستمرار في النجاح والتوفيق يا قفشه. عشان تحقق حلمك بتمر بصعوبات. اللحظه الاخيره دي كان قفشه بيحكي فيها ازاي حقق حلمه وازاي اتمسك بيه وازاي اتغلب على الصعوبات.